يستعد لبنان لترأس الدورة العادية لمجلس الأمن الدولي في 20 من الشهر الحالي باعتباره ممثلا للمجموعة العربية. وعلى طاولة هذه الدورة ملفات هامة، في مقدمها طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي هذا الإطار يؤكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وقوف لبنان الواضح والصريح في مجلس الأمن إلى جانب هذه القضية، وهو يشدد على أن لبنان لن يقبل بأي قرار يهدد أمن سوريا واستقرارها، وهو بذلك يلتقي مع المواقف الأخيرة للبطريرك الراعي التي أطلقها من باريس. موقفنا واضح، لن يكون لبنان مع أي قرار يدين سوريا أو يؤثر على استقرار وأمن سوريا. هذا مبدأ واضح وثابت. كلام الذي قاله غبطة البطريرك هو كلام الرجل المسؤول الذي ينظر بنظرة واعية، نظرة مستقبلية استراتيجية، يحافظ على الفحوى الكل، ليس فقط لطائفة وإنما للبلد وللمنطقة. وردا على الهجمة التي يتعرض لها الراعي من قبل قوى 14 من أذار، نحن في بلد ديمقراطي وعلينا أن نتقبل الرأي والرأي الآخر. وعشية احتضان لبنان الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية، والتي يشارك فيها أكثر من 800 مشارك ممثلين عن 119 دولة، يرى منصور أننا في لبنان أمام مرحلة تقضي بتنظيف ما تبقى من قنابل عنقودية على الأراضي اللبنانية، والتي تشكل حوالي 33%. علينا اليوم أن نحرك دول العالم من خلال هذا المؤتمر، ونحث دول العالم أن تتوقف عملية إنتاج هذا النوع من السلاح، الذخائر العنقودية، بيع الذخائر، نقل هذه الذخائر وترويجها حتى نقلها عبر الأراضي. ما نحتاجه هو 120 مليون دولار لإكمال العملية بكاملها. لماذا لبنان لم يتقدم بشكوى إلى القضاء الدولي مثلا في هذا الموضوع؟ نحن هذا واجب علينا، يعني على الدولة اللبنانية وعلى القضاء المختص أن يقوم بالإجراءات اللازمة من أجل ملاحقة إسرائيل، لأن ما قامت به إسرائيل هو فعلا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لأنها استخدمت سلاحا محظر استخدامه دوليا، وعلينا ملاحقة إسرائيل حتى النهاية. ويرى منصور أن إسرائيل أطلقت أكثر من 4 ملايين قنبلة عنقودية في جنوبي لبنان خلال 72 ساعة الأخيرة في حرب تموز 2006، ناهيك عن عشرات الألاف من الأجسام غير المنفجرة والألغام الأرضية التي لا تزال منتشرة في أرضنا، والتي حصدت أكثر من 400 ضحية من أبنائنا.